صراحه الوفاه ديال الجار ديالنا تاثرنا بزاف، يعني هذه الفجاه اثرت في النفوس ديال الساكنه، وكيف ما يعني تاثرت حتى في التواصل الاجتماعي، لا بالنسبه وطنيا وشي كدر في الخطر، والضحايا هما الابناء ديال العائله حيت هو المعين ديال هذه الاسره هذه. وكنت كنتمناو شي التفات للسلطه انهم مثلا هاد الوليدات هادو يهزوا بيديهم، حيت هو المعين لهذه الاسره، عنده ثلاثه الوليدات، واحد الدري صغير باقي وجوج بنيتات والمراه ديالو حتى هي، وكنتمناو يعني شي التفاته. صراحه يعني حتى الموت ديالو كان بشيع، يعني داك الشيء ضر في الخطر ديالنا، ما صدقناش انه يموت بديك الطريقه، يعني حتى دوك الناس اللي قتلوه بديك الطريقه اللي ياخذ فيهم الحق، ضرنا الخطر ديالنا بزاف، اننا يعني تاثرنا، حتى الناس ما شفناش، يعني الدار من دارنا حنا وجبد، يعني راه الدار كامله كتبكي حسرة على هذاك الشاب اللي هو مات يعني بديك الحاله، ودوك الناس اللي قتلوهم الله ياخذ فيهم الحق، وكنتمناو من السلطات انه تاخذ الاجراءات بالنسبه لدوك الناس اللي قاموا بهذا يعني الجريمه البشعه. ضحية ضحية هذيك، ماشي معقل، هذه ماشي معقل، ما دار فيهم والو، قتل عدوان الوضع المنفع، ماشي معقل، ماشي حق هذاك، ماشي معقل هذاك، نسيبي هذاك، بدي بقى فيك، خلى الدري صغار، خلى الدري صغار على ومات عدوان الوضع المنفع، وخلي مات شهيد عن سيدي ربي تبارك وتعالى، لا الظلم هذاك ماشي معقل، ما دار فيهم والو. ايوا علاش انا دابا بقى فينا والولاد ديالو باقي اسم باقي لي تما، دابا لي تما الولاد ديالو دابا باقي لي تما، ما عنده حتى واحد يصرف درهم.